أردوغان بيقول القوات المسلحة تقوم بواجبها في هذه الأثناء على أتم وجه. الجيش التركي يراقب الانتهاكات التي تقوم بها جهات غربية في منطقة قبرص. ده في خطابه بالأمس بيتكلم وجايبها التي ار تي بيقول النهاردة، بيقول انه القوات المسلحة شغالة تمام. انا هقول لكم مهم جدا هذا الكلام. بيقول أردوغان نحذر من يتجاوزون حدودهم في بحر إيجا وقبرص ويقومون بحسابات خاطئة مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية مع سوريا. ده تهديد لمصر ولا إيه؟ هو الراجل ده مش مركز؟ لا، مصر جاهزة تماما. البحرية المصرية والقوات المسلحة المصرية هتفكرك تاني باللي عملناه في أجدادك. البحرية المصرية هتفكر، إذا كنت مش عارف اعرف، افتح كتب التاريخ وقراها انت والكلاب اللي عندك بتوع الاخوان. اقرا كيف او ماذا صنع اجداد البحريه المصريه باجدادك في البحر المتوسط وفي بحر ايجا نفسه لاردوغان. بيتكلم بيقول ان حقوقنا في الدفاع عن الارض لامن القومي في عفرين هي نفسها في بحر ايجا وقبرص. بيقول كمان ننصح الشركات الأجنبية التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقواتها من خلال ثقتها بالجانب الرومي. وبيقول آخر حاجة وخطيرة جدا، الدولة العثمانية، ده مين اللي بيقول؟ أردوغان. إمتى؟ النهاردة. بيقول إيه؟ الدولة العثمانية كانت ترد بقوة على التهديدات التي كانت تتعرض لها. نحن لدينا تاريخ عريق ونعرف كيف ندافع عن بلادنا وشعبنا بعون الله. بيتكلم على انه سلطان عثماني وكل الاراضي دي كانت ملك الدوله العثمانيه. وانا بقول لكل الناس اتذكروا البيان العسكري النهارده بالتزامن مع العمليه الشامله سيناء 2018. النهارده نفذت القوات البحريه المصريه عدد من الانشطه التدريبيه البارزه بمصر عمليات البحر المتوسط باطلاق عدد 4 صاروخ ارض بحر وسطح بحر، وذلك في إطار التدريب على التعامل مع كافة التهديدات والعدائيات لمياهنا الإقليمية، فيما واصلت القوات الجوية بالتعاون مع التشكيلات التعبوية وعناصر حرس الحدود في فرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية في الاتجاهين الغربي والجنوبي. دي رسالة واضحة تماما، رسالة ردع إلى أردوغان وكل من تسول له نفسه أنه يفكر أنه يهدد الأمن القومي المصري.